وبعدين المخرج قاعد يزعق ويقول ستوب ستوب، والراجل الكومبارس ده ماسك الفخده ومش عايز يسيبها عمال يعضعض فيها. انت بتضحك على ايه؟ دي قصه مأساويه، اللي بتحكيه ده شيء يقطع القلب. واحد عاش طول عمره بيحلم باكله حلوه، ولما جات له الفرصه وشافها بعينيه ايده طالتها، بس ما لحقش يتهنى بيها. عندنا في المثل بنقول الفقر يورث الكفر، وسيدنا علي بن ابي طالب قال لو كان الفقر رجلا لقتلته، وابو ذر الغفاري قال اذا ذهب الفقر الى مكان قال له الكفر خذني معك. ياه حضرتك تعرف حاجات كتير قوي، انا اول مره اسمع الامثال الحلوه دي. لا حول ولا قوه الا بالله يا ابني، انت طالب في كليه الاداب، يعني المفروض يبقى عندك ثقافه. الكلام اللي سمعته مني ده ما فاتش عليك قبل كده؟ يمكن فات بس انا ما خدتش بالي منه.